مطار الكويت الدولي يعاود استقبال الرحلات الدولية بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، عودة تصحبها بعض الاشتراطات الصحية للقادمين، منها ضرورة الحصول على شهادة البي سي آر والتي تثبت عدم حمل الفيروس، مع إثبات إقامة لمدة 14 يوما في دولة القدوم. يعني في مطار الكويت الدولي انطلقت اليوم الرحلات التجارية بتاريخ 1/8، وهذه الرحلات هي رحلات تجارية، خصوصا أن تم تعليق الرحلات التجارية من 14 مارس الماضي، فبعد 135 يوم انقطاع للرحلات التجارية اليوم تستأنف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، والحمد لله يعني اليوم الأول يعني كل الرحلات سارت بنجاح ووفق الاشتراطات الصحية وبتعاون كل الجهات العاملة داخل مطار الكويت الدولي، سواء جهات حكومية أو غير حكومية أو شركات طيران أو مقدم الخدمة. الأول من أغسطس هو يوم استئناف تشغيل المطار وفقا للرحلات المجدولة، إلا أن قرار الحكومة الكويتية الذي أضاف دولا عديدة إلى قائمة حظر دخول مواطنيها البلاد اضطر شركات الطيران إلى إلقاء العشرات من الرحلات الجوية. يعني الحين جاهز أغراضي وحاجز حالتي حالة وبسافر، يعني صدمت بهذا القرار، يعني أني راح أرجع البيت ثاني مرة ونزل أغراضي والأهل بالسيارة مستأنسين من السفر، وراح أقابل بنتي هناك، وصراحة انصدمت بالحظر هذا اللي بين الكويت ومصر. يعني حقيقة طبعا الطيران بقاله فترة موقوف، وإحنا ما صدقنا إن الطيران فتح، وإحنا طبعا ولادنا مستنيينا وفترة عيد وأجازة، وإن إحنا نيجي لحد المطار وفجأة يقولولنا الطيران وقف، ده طبعا موقف صعب، يعني موقف صعب جدا، يعني خصوصا إن أنا ولادي في مصر وأنا هنا لوحدي، فربنا يسهل القرارات دي تتعدل في أسرع وقت، يعني عشان ما يبقاش فيه ضرر نفسي لأي حد من اللي موجود. يعني 31 دولة تم منع مواطنيها من دخول الكويت، أبرزها مصر ولبنان والأردن وسوريا والهند والفلبين، وجاء قرار الحكومة الكويتية بعد مطالبات مجلس الأمة الكويتي بذلك دون تحديد موعد جديد لعودة رعاية تلك الدول. هنا البوابة الرئيسية لركاب الوصول في مطار الكويت الدولي، كانت سوف تشهد في هذا الوقت إقبال كبير، إلا أن قرار الحكومة الكويتية المفاجئ بحظر 31 دولة جديدة من دخول البلاد حال دون ذلك، ومنع الكثيرين من العودة مرة أخرى إلى الكويت. مشار الشمري، قناة الإخبارية، الكويت.